الظهر في منطقة دركوش في ريف إدلب من قبل لواء أحرار الجبل الوسطاني، وتدور اشتباكات عنيفة ما بين الجيشين الحر وجيش العصابة الأسدية، وهذا الحاجز يقوم بقصف عنيف على بلدة الظهر المتواجد في أعلى منطقة في ريف دركوش، ولا نعرف ما هي الأضرار بسبب شدة القصف وتحليق كثيف للطيران المروحي في منطقة دركوش من حاجز على حاجز الظهر، وإطلاق عدة صواريخ منها في الأراضي الزراعية. أما في زردنة الطيران المروحي يطلق نيرانه من الرشاشات في سماء البلدة، وإلقاء أحد البراميل شرقي زردنة ومعرض النعسان، وقصف صاروخي على مدينة سرمين أثناء خروج الأهالي في مظاهرة جمعة توحيد كتائب الجيش الحر. ومساء البارحة كما هو من المعروف قامت عصابات الأسد بمجزرة في بلدة حاس، سقط ضحيتها 5 شهداء منهم 3 نساء من حاجز وادي الضيف والحمدانية. وأيضا نفس هذه الحواجز قامت بالقصف على مدينة كفرنبل وكفرومة ومعر شمشة، مع معلومات بتهدم العديد من المنازل. وقام مطار أبو ظهور أيضا العسكري الذي يلفظ أنفاسه الأخيرة بقصف على القرى المحيطة به، وأصبحت القرى المحيطة به مدينة أشباح بسبب نزوح الأهالي منها بسبب هذا القصف الذي يصدر من هذا المطار العسكري. وبعد أن شهدت خان شيخون قصف بمدفعية الهاون وبشكل عشوائي على المدينة، سقطت القذائف بالقرب من المدارس في وقت ذهاب الطلاب إلى مدارسهم، وحدوث أضرار مادية بالأبنية وحالة من الذعر والخوف والهلع بين المدنيين. ومن ثم تلاها أيضا قصف بالطيران المروحي على مدينة خان شيخون، حيث تم إلقاء العديد من البراميل المتفجرة على البيوت السكنية، مما أسفر عن سقوط 6 شهداء والكثير من الإصابات. ما زال العديد من المفقودين تحت الأنقاض والعدد مرشح للزيادة. والقصف الذي استهدف كفرنبل، النتائج الأولية لقصف الطيران الحربي حيث قامت طائرتان ميج بقصف كفرنبل نتج حتى الآن عنها 3 شهداء وحوالي 50 جريحا، بينهم 6 إصابات بحالة خطيرة جدا، وهناك نقص بالمواد الطبية والعدد مرشح، رغم أن المجزرة كانت منذ البارحة العدد مرشح لأكثر من ذلك بسبب الإصابات الخطيرة. ومن ثم تمت غارة ثانية على كفرنبل سقط ضحيتها طفلة صغيرة وإصابة عدد آخر من المدنيين. والقصف الذي استهدف قرية العالية المحررة سجل سقوط أكثر من 50 قذيفة تزامنا مع تحرك رتلين مؤلفين من دبابات وآليات باتجاه القرية من محور تحويط اشتبرق وحلوز ورتل من مفرق قرية الشغر، وتم إصابة مواطن جراء القصف العشوائي على المنطقة ومن حاجز المعصر المتواجد ببلدة محنبل. في جسر الشغور أيضا قرية الغسانية قامت عصابات الأسد بالهجوم على القرية وقامت بحرق الكنيسة وأنباء عن حرق الدير أيضا، ودارت أيضا معارك طاحنة بين الجيش الحر وقوات الاحتلال الأسدي، واستهداف مدرسة الثانوية في الناجية حيث سقطت 4 قذائف بجانب المدرسة في القصف على الناجين من المدافع الثقيلة. يعني مساجد، كنائس، مدارس، مستشفيات. غريب أمر بشار الأسد بإصلاحاته، فعلا إصلاحات غريبة عجيبة أن تستهدف المدارس والمساجد والكنائس، فيعني أمر غريب عجيب. على كل الأحوال يعني محمد، كنت أود أن أسألك عن، وما زلنا نحن في يعني وسط أو بداية النهار ربما، عن مجموعة الشهداء. أنت وفر لديك معلومات حتى الآن في إدلب من جهة، من جهة أخرى عن نقاط التظاهر أيضا، خصوصا وأنه اليوم يوم التظاهرات، كونك ذكرت مفصلا عن جرائم الأسد والأماكن التي يقصفها وبراميل الموت التي تهطل من كل حدب وصوب. فإذا كم عدد المظاهرات أو المناطق اللي نستطيع أن نقول فيها تظاهر كثيف، وعدد الشهداء أنت وفر لديك؟ أستاذ علي، النقاط التظاهر في مدينة إدلب لم يتم إحصاؤها بعد، ولكن جميع قرى ومدن محافظة إدلب خرجت في التظاهرات. كما علمنا في الجمعة الماضية 172 نقطة تظاهر في محافظة إدلب، واليوم أيضا إن شاء الله كانت هناك حوالي 170 نقطة تظاهر في مدينة إدلب، لأن هذه القرى والمدن تخرج في كل جمعة رغم ما تتعرض له من آليات القصف ومن عمليات الدمار التي تمارسها العصابة الأسدية. لن تتراجع أي مدينة أو أي قرية من الخروج في التظاهر لمطالبة بحقها الشرعي الذي تخاذل عليه جميع البلدان العربية، تخاذلت على هذا الحق الشرعي للشعب السوري، فلن تتراجع أبدا. إدلب إدلب لن تركع، لن تتراجع أبدا، سواء كانت القرى أو المدن، مهما ارتكبت هذه العصابة الأسدية مجازر بحق شعوبها.
في الحقيقة في سؤال أطرحه على معظم يعني النشطاء الميدانيين جراء، طبعا هو بمثابة رد على ما يسرب وتسريبات العصابات النظام وشبيحته. السؤال هو التالي، أنه بما أن الآن تدور معركة الحسم بحلب وبالتالي الجيش السوري الحر، هل ترى غادر جزء من رجاله إلى الموجودين في إدلب إلى حلب، أم التواجد هو نفسه لم يتغير وبالتالي يعني المعادلة والتوازن لم يختلف؟ كيف هو الوضع في إدلب اليوم من ناحية الجيش السوري الحر؟ الجيش السوري الحر في مدينة إدلب أعلن استعداده التام لمؤازرة أيضا لمؤازرة الكتائب المتواجدة في مدينة حلب في معركة حسم حلب، وجميع كتائب الجيش الحر في مدينة إدلب مستعدة لأن تقاوم مع الكتائب المتواجدة ضمن مدينة حلب لتحرير هذه المدينة من شرذمة العصابة الأسدية. نعم، هذا هو المتوقع والمعروف، فقط نحاول أن نرد على ما يتداوله شبيحة الأسد وأبواقه الإعلامية، حتى على مواقع التواصل الاجتماعي يحاولون بث عبارات بشكل يعني على طريقة دس السم في العسل من هذا المنطلق. محمد، جزيل الشكر لك، وسنتواصل في تغطيات أخرى. شكرا لك على هذه التفاصيل.